الرحمن الرحيم اليوم بدنا نحل أسئلة الوحدة الصف الثامن علوم مدارس الوطن العربي أول إشي عنا السؤال الأول ضع الدائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي واحد إذا كان الشخص في الشكل ستة إلى ثلاثة يمثل الجهد والصندوق يمثل التيار فإن سطح المائل نطلع على الشكل عنا عنا رجل عم بيدفع صندوق خشبي وهذا الصندوق الخشبي بيمثلنا التيار فبلاحظ إنه صندوق بيعمل مقاومة أو ممانعة مع مين مع سطح المائل فبلاحظ إنه السطح المائل هو بيمثل لي ايش؟ الجواب الصحيح هو رح يكون المقاومة اذا السطح المائل هو المقاوم جواب صحيح باء نطلع على الفرع الثاني بحكينا في الشكل 6 ل 34 يمثل تا تيارا كهربائيا يتفرع الى تا واحد تا 2 اي العبارات الاتية صحيحة او شو بطلع الدارة الكهربائية بشوفها هل المقاومات موصولة على التوالي ولا على التوازي طبعا زي ما احنا شايفين عنا في الشكل عنا التيار الكهربائي بتجزأ الى جزئين تا واحد وتا اثنين معناته عنا الدارة موصولة على التوازي لان المقاومتين بخطين او بسلكين بشكل متوازي طبعا عنا المقاومة الاولى مقدارها عشرة والمقاومة الثانية اثنين طبعا هون اكبر من هون فزي ما حكينا بدروس إنه التيار في التوازي بيكون التيار هنا التيار بالتوصيل على التوازي بيتجزا اذا رح تكون كل مقاومه لها تيار بمقدار عكسي مع مقدار المقاومه لانه هنا عندنا المقاومه 10 رح تاخذ المق... التيار الاقل وعندنا المقاومه 2 رح تاخذ التيار بشكل اكبر اذا الجواب الصحيح رح يكون الف انه تا واحد اقل من تا اثنين وتا واحد رح يكون اقل من تا يعني تا الكلي الفرع الثالث بحكينا اي الدارات الكهربائيه اي دارات الكهربائيه الاتيه يمكن استخدامها لقياس التيار الكهربائي وفرق الجهد عبر المقاومه 3 اوم عندنا المقاومه هون موجوده عندنا 3 اوم بدنا نحسب او بده ياني اني احسن داره من الدارات الف باء تكون نحسب لها المو... الجهد نحسب لها التيار طبعا انا بطلع على كل شكل بلاحظ لازم شرط اساسي انه يكون الاميتر اللي بيقيس التيار يكون موصول معها على التوالي والفولتميتر اللي بيقيس الجهد الكهربائي موصول معها على توازي طبعا هذا كله شرحناه بالدروس الماضيه فبلاحظ من الف باء جيم احسن داره كهربائيه هي الفرع الف لانه موصول الاميتر على التوالي مع التوازل. اوم والفولت ميتر موصول معها على التوازي تمام السؤال الثاني بحكي لنا في الشكل 6 ل 35 احسب قيمه التيار الكهربائي عندنا رسم بياني بنطلع على محور السينات عندنا الزمن وعلى محور الصادات عندنا الشحنه الكهربائيه طالب مني احسب قيمه التيار طيب بما انه عندي شحنه وزمان كيف بدي اطلع التيار عن طريق ما يعرف بميل خط المستقيم كيف بدنا نحسب عن طريق الميل اذا بدي احسب الميل عن طريق القانون بحكي لنا ان ميل الخط المستقيم الميل يساوي فرق الصادات يعني دلتا ص على دلتا س يعني ص اتنين ناقص ص واحد على س اتنين ناقص س واحد قبل هذا كله لازم اختار زوج مرتب فانا رح اخد زوج المرتب من الشكل البياني واحد مع اتنين ونص وكمان عندي اتنين مع خمسة فرح يكون هاد الاحداثي سيني س سين واحد هون احداثي صادي ص صاد واحد وهون عنا سين اتنين وصاد اتنين فلو بدي أعود حسب القانون اللي عندنا راح يكون عندي خمسة ناقص اتنين ونص، على اتنين ناقص واحد، خمسة ناقص اتنين ونص، راح يكون اتنين ونص، اتنين ناقص واحد واحد، اتنين ونص على واحد اتنين ونص، اتنين ونص ناقص واحد علي واحد اثنين ونص اثنين بوحده التيار أمبير، إذا راح يكون الجواب التيار كهربائي اثنين أمبير. السؤال الثالث موصل مقاومته عشرين أو موصلة طرفها بفرق جهد عشرة فولت احسب التيار مار فيه طبعا من خلال قانون أوم اللي أخذناه بالمرات الماضية إنه الميم تساوي جيم على يعني مقاوم تساوي الجهد على التيار فبعود بدال المقاومة 20 من السؤال وبدال الجهد 10 والتيار مجهول فبضرب ضرب تبادلي 20 على 1 فبضربها ضرب تبادلي 20 في تا 20 تا و1 ضرب 10 10 فبقسم على معامل تا على 20 على 20 تساوي بما إنه عشرة على عشرين بختصر صفر مع صفر نص يعني هي تا تساوي نص وهي خمسة بالعشرة ووحدتها أمبير. شوف السؤال الرابع في الشكل 6 ل 36 احسب المقاومة المكافئة بين النقطتين س ص عندنا دارة كهربائية عندنا النقطة س وعندنا النقطة ص بحكي لنا احسب مقدار المقاومة المكافئة أول شيء الدار الكهربائية عندنا هون المقاومتين موصولين على التوالي بطلع المقاومة المكافئة إلهم بعدين المقاومة المكافئة إلهم بحسبها مع المقاومتين هدول على التوازي إذا أول مرحلة راح أبلش بهون عندنا المقاومات على التوالي اذا عندنا السؤال بينحل السؤال الرابع اول اشي بحط قانون المقاومه المكافئه للتوالي ميم كاف تساوي ميم واحد زائد ميم اثنين اذا ميم واحد زائد ميم اثنين وي تساوي اتناش زائد اتناش وتساوي اربعة وعشرين اربعة وعشرين اوم اه نكمل اه بحط المرحلة الثانية قانون التوصيل على التوازي واحد على ميم كاف يساوي واحد على ميم واحد زائد واحد على ميم اثنين زائد واحد على ميم ثلاث طيب 1 على م ك يساوي هلا حكينا طلعنا اول مرحله المقاومتين جمعناهم طلع 24 يعني 1 على 24 زائد 1 على 12 المقاومه اللي فوقيهم وزائد 1 على 12 بطلع انه عندي المقامات بتختلف حكينا لما بدنا نجمع لما يكون المقام بيختلف لازم نوحد المقام فبدور على معامل او شيء اضربه ب 12 يكون ناتجه 24 فبضرب ب 2 ضرب اثنين ونفس الشي هون ضرب اثنين ضرب اثنين فبحكي واحد على ميم كاف يساوي واحد على أربعة زائد واحد ضرب اثنين على أربعة زائد واحد ضرب اثنين على أربعة وعشرين هيك صار عنا المقامات موحدة فبجمعهم واحد على ميم كاف تساوي تساوي واحد زائد اتنين تلات تلاتة زائد اتنين خمسة على اربعة وعشرين بس احنا ما بدنا واحد على ميم كاف احنا بدنا بس انا ما بدي واحد على ميم كاف بدي ميم كاف لحالة فبحكي ميم كاف تساوي اربعة وعشرين على خمسة وبطلع عنا الجواب تقريبا اربعة فاصلة تمانية 4.8 نطلع على السؤال الخامس بحكينا في اي الدارات الكهربائيه المبينه في الشكل 6 ل 37 تكون قيمه المقاومه الكهربائيه اقل ما يمكن علما بان قراءه الفولت ميتر والاميتر مسجله على رسم عندنا اربع دارات الف با ج د هلا كل داره في مرسوم او مكتوب عندنا قراءه الاميتر وقراءه الفولت ميتر حكينا من الدروس الماضي انه الاميتر باسم التيار الكهربائي ووحدته بالامبير والفولت ميتر قسمنا الجهد الكهربائي ووحدته فولت نطلع على الدار الكهربائية عنا في ألف عنا تيار واحد وعنا الجهد ثلاث فبدي أحسب المقاومين تساوي من قانون أوم جيم على تا مين تساوي جيم عنا ثلاثة و تا عنا واحد إذا ثلاثة أوم إذا المقاومة طلعت ثلاثة أوم نطلع على باع عنا التيار واحد وعنا الجهد الكهربائي ستة فبدي أطلع عندي المقاومة م تساوي ج على تا فبدي أطلعها تساوي ج عنا تا ستة على واحد وبطلع عنا جواب ستة أوم شوف فرع ج عنا التيار اتنين أمبير والجهد تلاتة برضو قانون أوم م ج على تا يساوي ج تلاتة على اتنين ويساوي تقريب واحد ونص أم. عنا دال التيار تلاتة أمبير والجهد ستة فبدي أحسب المقاومة تساوي جيم على تا وتساوي ستة على تلات ويساوي اتنين أم. أني من الدرات الكهربائية رح تكون المقاوم فيها أقل ما يمكن تلاتة ولا ستة ولا واحد ونص ولا اتنين طبعا واحد ونص هي أقل ما يمكن إذا الدارة الكهربائية في جيم هي المقاومه الاقل